طبعا ضعيف، لأن قضية مهمة، كان المطلوب أن تتخذ إجراء مهم يوازي الأهمية الإجراء المتخذ من قبل إيران. فالإجراءات التي اتخذها وزارة الخارجية العراقية إجراءات خجولة، إجراءات يعني تنم عن أولا عن خشية وخوف منها، وتنم اثنين عن محابات وتواطؤ مع الجانب الإيراني. يعني لم تأخذ الإجراءات اللي المطلوب من كل دولة أن تتخذها. إذا علمنا أن العراق وإيران دولتين جارتين، وأن ما لا يقل عن 15 مليار دولار سنويا تستفاد إيران من العراق على الرغم من العقوبات. الدولة الوحيدة إيران عايشة على العراق، منو عليها من حاجة؟ العقوبات كلها أصبحت كما يقال لا قيمة لها العقوبات الأمريكية على إيران، بسبب أن أمريكا لأجل العراق قالت العراق ما شاء لكم، أخذوا النفط والغاز من إيران وهالبضاعة الإيرانية المالية الأسواق. أن القصف لن يقتصر على الإجراءات على القذائف المعروفة دوليا، لكن كما قيل من أحد الضباط أو أحد المسؤولين في إيران أن هنالك أجهزة ملوثة، هاي تعرف مسائل ممنوعة حتى بالحرب ممنوع استخدامها، يعني ممنوعة بموجب اتفاقية جنيف، ممنوعة بموجب الاتفاقيات الدولية حتى بالحرب، يعني إعلان الحرب لا يجوز استخدامه. طيب كيف في السلم ودولة تقول أنا صديقة؟ هاي جرأة كبيرة جدا. طبيعي هذا يعني المشكلة الكبيرة والداء العضال اللي نعاني به، أن هنالك أن في العراق ليس إيران فقط وإنما دول أخرى لها من يمثلها، لكن إيران لها الحصة الأكبر والأعظم في أن هنالك من يقول أقدم نفسي قبل إيران. هاي مسألة غير مقبولة، يعني عراقية الصفة العراقية تختفي حضرتك أمام هذه الصفة.